أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي ذرة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر. سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر، سلام يغمر الدنيا يغشي الكون بالطهر، وينشر نفحة القرآن والإيمان. الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات ويضاعف الحسنات وهو الغفور الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، القائل فيما صح عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم عند وقع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا حتى كأنكم في ظلام الليل أقمار. لا أبعد الله قلبي عن مودتكم، يا من لهم في العين والقلب تذكار. وبعد، سعدنا بكم في هذه الدقائق الطيبات، وبادئ ذي بدء إخواني وأحبابي، نركز تركيز عالي جدا في هذا اللقاء لأنه لقاء خاص مع فضيلة شيخنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور. مرحبا أستاذ عبد الرحمن، مرحبا، ونفع الله بك وبقناة الناس أحسن الناس الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الليلة من عتقائه من النار، وأن ينظر الله إلينا نظرة رضا، وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. آمين. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا دكتور عمر سألت نبينا صلى الله عليه وسلم: لو التمست ليلة القدر، لو أريت ليلة القدر، لو صادفت ليلة القدر، فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نريد تفصيل لهذه، يعني هذا الدعاء من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فنريد يعني أن ندور في هذا اللقاء حول هذا المعنى إن شاء الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نحن كنا نظن أن جبريل عليه السلام يعني لن ينزل إلى أرضنا هذه، وإنما يعني يسكن في المكان الذي يريده رب العباد له، وهو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء إلى رسله، لأن مهمته هو تبليغ كلام الله إلى رسل الله. لكن من كرم الله على هذه الأمة أن يشارك جبريل بنفسه مع وفد الملأ الأعلى المسلمين والمؤمنين في صلاتهم الليلة، إن صادفت ليلة القدر إن شاء الله. والعجيب أن هذا المخلوق النوراني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يتنزل ليشارك المسلمين، ليس عبادتهم فقط وليس التأمين على العبادة فقط، ولكن أستطيع أن أقول أن يعني الأرض تكتظ بهذا الملأ الخير الملائكي النوراني، يؤمنون على دعاء الداعين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. الله أكبر. رب العباد سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، ويعلم أن بني آدم خطأ، وأن النفس الإنسانية تنزع إلى شرورها، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع العوائق من أمام المؤمنين كي يدخلوا على باب الله سبحانه من أقرب طريق، يعني المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الله. العجيب أن رب العباد سبحانه وتعالى خلق الخلق أنواعا ثلاثة: مخلوقات لا تعصي الله أبدا، لا تعرف المعصية
وطائفة الملائكة لا يعصون الله لا أمرهم الله يرضى عليك نعم. وطائفة لا تعرف الخير ولا ينازعها الخير إبليس وجنوده نعم. وطائفة أخرى وهم نحن وفضلاء المشاهدين والمشاهدات ركب فينا جانب الخير وجانب الشر نعم. فإن تغلب جانب الخير فينا على جانب الشر صرنا عند الله أفضل من الملائكة وإن تغلب جانب الشر على جانب الخير صرنا والعياذ بالله أسوأ من الشياطين. في هذه الليلة تتفوق طائفة بني آدم التي قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأن يعني رب العباد سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة في هذه الليلة بالذات. وهذا أول معلم من معالم إنك عفو. الله أكبر الله أكبر. يعني يعفو عن تقصيرنا فيظهرنا أمام الملائكة أننا أرفع منهم قدرا. نعم. يعني أننا ذو منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم الكبير دليل على أن الله هو العفو، لأن العبد مهما يصنع فهو مقصر، ولكن رب العباد عز وجل يجبر تقصيرنا بعفوه. الله ويرقع العبد يعني ثوب المعاصي بخيط الاستغفار. الله أكبر. ورب العباد سبحانه وتعالى يفتح في هذه الليلة روزنة الخير. الله. تفتح أبواب السماوات حتى من نام في هذه الليلة تصلي عليه الملائكة. الله. حتى اللي نام. نعم. لأن طالب أنه ما يعملش الشر بس. نعم. يعني طالب أنه لا يصنع الشر. رب العباد شر أكثر. نعم. الله يرضى عليك. أيوه. الله يرضى عنك. نعم. فحتى إن أقصر من شره ولم يصنع الخير يعني وقف عند نقطة الصفر. نعم. فهو مسلم عليه من الملائكة. ليه؟ لأنه يعني قال علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. نعم. الله. يعني ما يعني ما رفضت الصحبة. نعم. لا داعي للإيه. نعم. للثورة المضادة أو للحرب. نعم. السلبية. نعم. الله عز وجل يعلم أن العبد ضعيف، خلق ضعيفا، فلذلك جاء في هذا الشهر الكريم من عفوه وكرمه أن قيد له مردة الجن. الله أكبر. فلا يصير بيننا إلا شياطين صغيرة تغلب بفضل الله عز وجل مجرد الاستعاذة، يعني مجرد أن إن 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 إبليس أو الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد خنس. هذه المسألة أن كأن الله يرفع العوائق حتى ينطلق الإنسان إلى وأن إلى ربك المنتهى. يعني إذا دكتور عمر ده جواب على كلام طائفة من الناس. نعم. يعني ما يقرأوا الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن. بالضبط كده. فيقول الله طب احنا بنشوف ناس في رمضان بتفطر. ناس في رمضان بتحب تسب الدين بتحلف بالطلاق. ماشي. ما احنا نسينا. نعم. ان احنا في عندنا نوعين من الشياطين. اي نعم. شياطين الإنس والجن. وشياطين الجن. نعم. شياطين الإنس مقدمين في القرآن على شياطين الجن. نعم. لأن شيطان الجن مراد تستعيذ بالله يختفي. نعم. طب شيطان الإنس اللي عايش معاك ليه النهارده؟ سيأتيك من كل باب. ما يعني ما تلاقيه في الشارع، تفتح شاشة التلفزيون. نعم. تلاقيه في المسلسل. نعم. تلاقيه في الإعلان. نعم. هو ده سبحان الله. نعم. يرتزقون يعني والعياذ بالله لكي يفسدوا على الناس يعني صومهم وقيامهم وصلاتهم وعبادتهم. وهؤلاء نحن سوف نتعلق برقابهم إن شاء الله يوم القيامة، لأنهم يعني ما يصنعه الدعاة والعلماء وأهل الخير في بناء قلوب هذه الأمة نحو الله ونحو الطهارة والتزكية والاستقامة هم يهدمونها بما يصنعون. ولكن على كل الآن نستطيع أن نقول الشيخ عبد الرحمن أن الباطل الآن يقاوم. الباطل يقاوم لماذا؟ لأن شمعة واحدة بسيطة من نور 2 فولت تستطيع أن تضيء كل هذا الاستوديو الواسع. نعم. لا يقهره قاهر. فما بالك إذا أضاء الإيمان قلب الإنسان. يعني من عفو الله عز وجل لو أن طفلا صغيرا يمسك بيد أبيه عنده 4 سنوات ويعبر أبوه الشارع به. يوسف عبد الرحمن. ما الله يعني يبارك فيه جعل قرة عين إن شاء الله. انقطع التيار الكهرباء في الحي كله. بدأ الولد تستولي عليه مخاوف. طفل. فكان يمكن نقع في حفرة، ممكن ندوس عزك الله في كلب نايم، ممكن تتهمنا سيارة. من شدة المخاوف التي استولت على الطفل نسي أن أباه بجواره. أي نعم. تمام. عند هذا النسيان صار هو في حالة من الخوف الشديد والارتباك.
اول ما تيار الكهرباء رجع والحي اضاء مره اخرى تيقن انه ممسك بيد ابيه وان ابوه ده رجل يعني ما شاء الله قوه وهو يرى انه اقوى ما خلق الله سبحانه وتعالى. قشعت المخاوف. هكذا العبد في ظلمة المعصية الله. الطفل الذي انقطع عليه تيار الكهرباء. فالإنسان لما تنقطع عليه تيار الكهرباء يصير شيطان إنس. فإذا أشرق قمر التوحيد في قلبه وضوء الإيمان في صدره وأنار الله له طريقة إذا برب العباد يتيقن العبد أنه أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا هو الفرق بين المؤمن الذي يعني من ذاق عرف الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان فرب العباد سبحانه وتعالى لما ينير له هذا هذا من ضمن عفو الله سبحانه وتعالى. نعم. العفو. نعم. نعم. المستشار دكتور عمر معنا وحضرتك تفصل فيه أنا يعني سأجمل وأنت تفصل إن شاء الله. الإنسان لما يرفع يديه إلى السماء داعيا ربه عز وجل فيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. مسألة إن أنا أرفع إيدي إلى السماء دي فيها بعض المعاني الإيمانية قرأتها لعلمائنا الكبار منها الإقرار بأن الله عز وجل في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله قالت الله في السماء. ثم المعنى الآخر لما أنا أرفع إيدي في حال الدعاء كأني أقول للناس أجمع قد استغنيت عنكم فأنتم الفقراء والله عز وجل هو الغني والحمد. فضل دكتور. بارك الله. أولا سبحان الله قال علماؤنا أدعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير. الله أكبر. يعني بالبلد كده خليك شحات. نعم. متسول. نعم. تسول على باب الله. نعم. تذلل. الله عز وجل ما أنزل نصره على المسلمين إلا لما ذلوا لله. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأنتم أذلة. نعم. هذه المذلة يعني تعرف إلى الله بصفاتك تقرب إلى الله بصفاتك يعرفك الله صفاته. الله أكبر. فأنا الذليل وهو الرب الجليل. سبحانه. أنا الضعيف وهو الرب اللطيف. سبحانه. أنا العبد المذنب وهو الرب الغفور. الله. أنا العبد الجاني على الله وهو الرب العفو وهكذا. فأنت عندما ترفع يديك أول شيء أنت تستجذب رحمة الله. الله أكبر. والعبد سبحان الله العظيم يعني زي ما قالوا يعني الواحد من الواجب يسبح كثيرا ولا يستغفر كثيرا. قالوا والله الثوب يحتاج إلى الغسل الأول قبل الطيب. إلى ماء حار. الله يرضى عليه لازم نقوله. فطالما أنا في معية الله بالاستغفار وفي معية الله بالدعاء قال رب العباد سبحانه وتعالى يعني يستحي من عبده أن يرد يديه إليه خائبتين حتى أننا نستطيع أن نقول إن لم يستجب لي رب العباد عز وجل الدعاء الذي طلبت فهذه في حد ذاتها إجابة. الله الله. يعني 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 أم الكريم لما ألقت كانت تتمنى أن يظل في حضنها. لا. سيدنا إبراهيم لما ترك ولده إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذلك كان يتمنى أن يضمهم إلى صدره. لا. لكن في بيوت المؤمنين تتعرض مش للابتلاءات وبس لا تتعرض لرحمات الله في صورة الابتلاء. الله. فالعبد مننا لما يشعر بضعفه وأن ليس له إلا الغني سبحانه وتعالى وأن يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك ماليش إلا أنت بس سبحانه. فأنا لما أرفع إليه كده اللي هو الإيه تذلل العبد بخالقه. الله الله. فأنا لما أتذلل إلى الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى خلاص العبد أقر بضعفه تأتيه قوة الله عز وجل. الله. ليه؟ قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر له يعني سمعه يعني لا يحبب إلى أذني إلا ما يرضيه هو سبحانه جل جلاله ويبغض إلي ما لا يرضيه هو عيني لا تقع إلا على ما يرضيه هو وهكذا وهكذا. نعم. يعني الجوارح كلها تبقى. نعم. في المعية. نعم. هذه الجوارح من ضمنها الايه الكفين التي تتذلل وتتضرع. الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم يرفع يديه حتى يظهر بياض ابطيه. نعم. صلى الله عليه وسلم تذللا الى الله سبحانه. نعم. فالعبد مننا سبحان الله العظيم يعني يعني اذا 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 دعا رب العباد موقنا بنقطه مهمه موقنا لان الكريم عز وجل تعريفه الذي اذا اعطى لا يسال من اعطى ولا كم اعطى. الله اكبر. كان العرب لما تعبر عن قوه القبيله او شدتهم يعني يقولوا فلان يعني القبيله الفلانيه تتحرش بكم وعايزين يروحوا يحاربوه خلاص لا يسالون كم هم يقولون اين هم.
لا يسألوا عن العدد. لا مالناش دعوة. أين هم؟ أين هم؟ يعني إحنا إيه؟ نعم. رايحين رايحين. نعم. فإذا كان هذا هو الشجاع فما بالنا بأن يكون الإنسان الكريم المعطاء كما كان صلى الله عليه وسلم كأجود من الريح المرسلة في رمضان، فما بالك بالكريم سبحانه جل جل. الكريم عز وجل جل جل. أنا لو قلت لولدنا عبد الرحمن، عبد الرحمن يا ابني إحنا عايزين نخرج كده يعني مبلغ كده، هو حاضر فضيلة الشيخ كام والمين؟ أمر طبيعي. نعم. يعني طالع 10 ولا 20 نعم. ولا 5 كل أحد سبحان الله، وهنوديهم فين؟ لكن الكريم سبحانه لا يسأل جل جلاله من أعطى ولا كم أعطى، لأنه إحنا إيه أصبحنا 7 مليار فينا، أثبتوا حتى كده أن في 3 مليار بيوقنوا أن للكون رب. الله. منهم 1.5 موحدين. نعم. 1.5 يعني احنا مقتنعين ان في رب، اللي عمل له زوجه واللي عمل له ابنه اللي كان المهم يعني ال تقريبا نصف هذا العدد نقول 3.5 مليار يعني ينكرون والعياذ بالله وجود الله. هل قالت الشمس يوما لن اشرق عليكم؟ ابدا مش ممكن. نعم. حتى غيره على مقام الله سبحانه، سبحانه جل. هل قال الهواء الجو لا 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 انا اتوقف عند حدود الايه المسلمين دول الذين يصلون في ليلة القدر أو غيره. أبدا أبدا. يعطي هذا ويعطي ذاك عشان لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم. فهو العفو سبحانه وتعالى الذي علم ضعف الإنسان فجعل هذا القلب الضعيف مرتبط برب العباد سبحانه وتعالى. يا رجل يا مؤمن، الواحد لما يكون قريبه يعني مثلا رجل ذو حيثيه، دكتور محمد مرسي الله ربنا يحفظه ويبارك فيه. آمين يا رب. ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه. آمين. ويعينه ببطانة الخير. آمين. ونحن كلنا عون الله ان شاء الله باذن الله. آمين. بالدعاء والسداد يا رب ان شاء الله. آمين. هذا رجل وضع له القبول في الارض. الله اكبر. وهو رجل يعني بس لما انت جبت السيره الطيبه لم يسعى اليها فسوف يعان عليها. هذا هذه قناعتنا جميعا. ده كلام سيدنا النبي. الله يرضى عليك. نعم. يعني هذه قناعتنا. نعم. بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم بالواقع الذي نعم. نرى. نعم. يعني هذا واقع. نعم. سبحان الله. نعم. ومعان من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. سبحان الله. انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق، المؤمن الصادق لما يكون له واحد ذو حيثيه معينه ويقول ايه خلاص مش اشكال، خالي يحل له، عمي يحل له. نعم. ده انا ابن اختي ما شاء الله شغال مع فلان بيه. طيب طب نفرض المسؤول ده يوم من الايام انا رحت اطرق بابه عشان عنده مغص، مات له ولد، عنده مشكله، شالوه من الكرسي، ها الى اين اذهب؟ ففي المؤمن دايما عبد لله سبحانه وتعالى. زي لما ربنا وصف المؤمنين اللي هيخلصوا اللي في انتهاء الافساده الاولى لبني اسرائيل قال عبادا لنا، عبادة لنا، لأنه بيضيف هؤلاء العباد له زي عباد الرحمن. نعم. زي هؤلاء سبحان. نعم. الله اللي هم موصولين بالله سبحانه وتعالى. فأنا أرى والله أعلم أن العبد لما يرفع يديه إلى السماء أولا يعني يسأل العظيم سبحانه، فإن سألت العظيم فاسأل عظيما سبحانه جل وعلا. عايز تسأل ربنا ولا أنا عايز الفردوس الأعلى؟ الله. سبحان الله. الله. الجوزي كان عنده همة عجيبة يقول إن كانت همتك توصلك إلى السماء فوصلت إلى السحاب وتوقفت فأنت آثم. الله أكبر. الله. اطلع فوق سبحان الله. يعني وبعدين العجيب يقول إيه؟ يقول لو سألني سائل إن أردت أن أصلي فوق القمر. الكلام ده من كم قرن سبحان الله. شوف الفيوضات لما ربنا سبحان الله. أين أتجه؟ أقول له هكذا يقول ابن الجوزي، أقول له اتجه إلى الأرض لأن فيها الكعبة. الله أكبر. شو الهمة لما تطلع فوق سبحان الله. ويقول أبو حنيفة لو أن حاجا طار فوق عرفة هل سقط عنه الحج؟ هل أدى الفريضة الحج ولا أجزاء الحج أم لا؟ طرفين يا عم. طرفين يا عم. ده احنا عقولنا لا تطير من هذه الإشراقات اللي عند هؤلاء الكبار. فدول سبحان الله يعني عايز أقول إيه؟ أنا بس الدعاء. عايز أؤكد على لي ولك ولكل المشاهدين. نعم. أن العبد في مسألة الدعاء أول شيء يكون موقن أن الإجابة موجودة. ليه؟ ما فتح لك باب الدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك. الله أكبر. الله. بس القضية يستجيب لي بأمور أربعة، في الوقت الذي يريده هو سبحانه. لا في الوقت الذي تريده أنت. نعم. وعلى الطريقة التي يريدها هو، لا على الطريقة الأمر. نعم. الثالث، وإن أخر الدعاء
فإنما يحب أن يسمع صوتك. الله أكبر. وإن لم يجب دعاءك فهذه الإجابة. الله. هذه الأربعة. الله. فلما تكون كده من إيه العبد لا يمل الله سبحانه وتعالى إلا إذا مل العبد. العبد ولا يمل. يعني سبحان الله يعني يستجاب لكم ما كيف يمل يا رسول الله؟ يعني يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يستجاب لأحدكم ما لم يرد. سبحان الله. دعوت فلم يستجب. خلاص. نعم. طالما أن أنت إيه يعني أنت خليك واقف على باب الله. نعم. واقف. وبعدين ليست عدم استجابة الدعاء أن رب العباد سبحانه وتعالى لا يريد. نعم. لا يريدك أبدا. أبدا. هو فتح لك باب دعاء. نعم. فتح لك باب خير. خليك على ايه على هذا الدعاء يعني لانه مخ العباده. ليه مخ العباده؟ لانه هو سبحان الله منتهى ذله العابد للمعبود. الله اكبر. الله اكبر. ليه؟ لان انا ربي لا املك لنفسي لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطمير ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، وانت يا ربي مالك الملك. وبعدين انا ايه قطره من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاك تجعل الكافر وليا. الله أكبر. الله يرضى عنك. الله أكبر. الله يبارك لك. الله يكرمك يا دكتور عمر. تتأكد يا شيخنا سنة الاعتكاف في العشر الأواخر، وإخواننا كثير من المعتكفين بيخرجوا من حل الاعتكاف وقد تعلم من الدعاء الحياء. الله أكبر. الكلام ده يعني كيف يأتي؟ إحنا بنشوف كثير من الشباب لما تيجي تقول له تب الى الله عز وجل توبه تنطرد، يقول لك انا مكسوف، بالمعنى اللي بيقوله اليسير، انا مكسوف ارفع ايدي الى السماء وانا عامل ذنوب. طيب لو ان الله عز وجل استجاب لدعائه بعدما دعا، ده بيعلمه الحياء من الله عز وجل. الله يرضى عنك. فنريد تعليق كده على مساله الدعاء. اولا هو مكسوف ده نعم، ده قمه الايمان. نعم. لو كده حط رجله على اول الطريق. نعم. ليه؟ لانه استشعر يعني الله يراني وانا كنت بعمل ده كله. سبحانه وتعالى. لأن الحياء هو خلق الإسلام العظيم. نعم. لكل دين خلقة، وإن يعني خلق الإسلام الحياء. هو عنده حياء من الله، وهو ده حق الحياء. أنه مكسوف، أنه مستحق أن يرفع يديه وهو مذنب. بالعكس، يعني يقول أهل العلم إذا قال العبد يعني وكان طائعا يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإذا كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. ليه؟ لأن أنين المذنبين أفضل من تسبيح المعجبين. الله أكبر. ولأن تبيت مذنبا نادما خير لك من أن تبيت قائما معجبا. الله أكبر. ومعصية أورثتك ذلا وانكثارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. الله أكبر. فأنت في معية الذل خلاص تطرح على باب الله. بالعكس، ده هو لما بيعتكف ولما بيدعو ولما يستحي من الله يا خبر أنا يعني يا سيدي لي ده انا عملت كذا. وبالعكس هذا هو مش بدايه الطريق، بدايه غسل القلب من ادران التجرؤ. الله على الله سبحانه وتعالى. الله. يعني كانه هو تعدى الخط. نعم. وبعدين بدا يستحي. نعم. نعم. والله دكتور عمر يعني بشرى خير، العام الماضي في الاعتكاف كنت قايم على الاعتكاف في احد المساجد، كان معايا تقريبا 25 اخ في الاعتكاف. فجيت في الايام الاخيره كده الثلاث ليالي بتوع اواخر رمضان، قلت لهم يا جماعه طبيعة الخيل إذا دخلت إلى السباق في نهاية السباق بتسرع، فعايزين نجد في عشان إيه رأيكم؟ عشان ياخد الميدالية. أي نعم. ما خدوش ميدالية مولانا. معلش طبعا. ياخدوا إن شاء الله. آمين يا رب. لا أقصد بتوع الأولمبياد. ربنا ينفخ فصولتهم. آمين. فكنت بقول لإخواننا طيب تعالوا نعلو بهمتنا ونختم القرآن من وقت السحور إلى أذان المغرب. والله العظيم أصغر شاب كان موجود معانا ولم يكن له ذكر في المسجد معانا خالص ولا شفناه قبل كده، ولكن قال انا عايز اعتكف، وخدنا يعني سجلنا اسمه ودخل معانا قبل صلاة المغرب بربع ساعة. قال لي اخ عبد الرحمن قال الله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس، ختم في ليلة واحدة. اللي انا عايز اكد عليه ان هو فعلا لما رفع ايده الى السماء قد استشعر فعلا مسألة الحياء من الله عز وجل. هو اولا المدد اولا واخيرا من الله. الله اكبر. والعبد لما يقف على باب المدد كيف لا ياتيه المدد؟ نعم. يعني الله يرضى عن خالد بن الوليد لما تبتدي المعركه يقول الله اكبر هب رياح النصر. الله اكبر. هو رياح النصر بتروح عند اي حد. اليقين انت شرطه لما عندك يقين. الله. يعني كما قال علي يقيني بالله يقيني. الله اكبر. هذه جمله تكتب ما شاء الله. يقيني هذا اسم. بالله يقيني هذا فعل. الله اكبر. فهو في 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 يقينه يعني في حاله ايه يعني زي بالضبط الجنين في رحم امه. الله.
في ثلاث مراتب قاعد ايه يتنطط براحته فيها ما ولا اي ضرر ظلمات ثلاث سبحان الله. فالعبد داخل رحمات الله وداخل فضل الله وداخل هذا الكون بهذه العناية الربانية. الله بس هو المهم يستشعر ذلته لله. الله وبدأ انا استشعرت ذلتي لله خلاص يعني 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 يأتيك النصر. بعد هذا الكلام اللي فيه دكتور ناخد كده تقرير سريع. أهلا وسهلا إخواني وأحبابي، تقرير سريع ثم نعود إليكم مع الدكتور عمر عبد الكافي، بارك الله تعالى فيكم. لأنك أنت أمنياتي، لأنك ليلة القادر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن أهم المهام الملقاة على عاتق إدارة المسجد والجمعية إعداد المعتكف كل عام للمعتكفين. السنة دي احنا بدأنا أو فتحنا باب زي ما نقول الحجز كده، وحددنا إن احنا هناخد 400 معتكف، وحددنا المكان، وحددنا بدأنا نسجل الأسماء، وبدأنا في تسكين المعتكفين من ليلة 21 اللي هي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. المكان تحت حضرتك هتشوفه دلوقتي مجهز بالسماعات، مجهز بالمراوح، بالإضاءة. السنة دي تيسيرا عن العام الماضي تم فتح أبواب لدورات المياه داخلية من المعتكف على الوضوء مباشرة وعلى الاغتسال، كل ده تيسيرا على المعتكفين، ونرى أن هذا واجب علي. مجد عبد التواب، طلبية هرم، لأول سنة إن شاء الله. أول سنة إن شاء الله. لما إن شاء الله هنا الحاجة كويسة، بنبتدي نقوم الصبح الفجر إن شاء الله، بنصلي الفجر وبيدي درس، وبعد نصلي الضحى، نيجي نريح شوية، نصلي الظهر بنريح شوية، وبعد العصر بنقرأ قرآن لغاية المغرب، بننزل نفطر، وبعد كده بنصلي العشاء وبنصلي التراويح، نقعد ساعتين نريح، الساعة 12:30 بنبتدي التهجد لغاية الساعة 2:30 نطلع للصح. لا بسم الله ما شاء الله، كل حاجة متوفرة بزيادة بزيادة، الحمد لله رب العالمين. أحمد البدو فهمي، مهندس كهرباء. منين؟ منوفية أوست. وجاي تعتكف هنا؟ سمعت إنك عريس جديد. داخل قبل رمضان ب 20 يوم. قبل رمضان ب 20 يوم. طب والعروسة موافقة إنك أنت تتسبها؟ أنا متعود بقالي 5 سنين ولا أكتر من 5 سنين معتكف، أعتكف 10 دول. فلما عرضت عليها الأمر ما فيش أي مشكلة. طبعا. رأيك في الاعتكاف هنا، يومك بتقضي ازاي؟ الوجبات وضعها؟ والله بالنسبة للأكل الحمد لله الجماعة اللي قايمين على الإدارة الجماعية وكده موفرين كل حاجة. لأنك أنت أمنياتي، لأنك ليلة القادر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد نجدد ترحيب فضيلة الدكتور عمر الكافي. حضر دكتور، أخذ آخر لقطة كده من كلام الأخ الحبيب. متزوج قبل رمضان بعشرين يوم واستأذن الحكومة اللي هي زوجته فقد أذنت له بالاعتكاف. سبحان الله العظيم يا دكتور، يعني أحسب أن كثير جدا من الشباب لو وضع في نفس الموضع ده هيقول إيه اعتكاف وإيه بتاع، يعني 10 أيام في المسجد أنا بصلي في البيت وبذكر ربنا وأقرأ القرآن. نعلق كده على يعني أسباب ضعف مسألة الاعتكاف عند الناس وعلو الهمة في مسألة الذهاب إلى المساجد، فنريد تعليقه. هو أولا يعني 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 يا بشرى لمن تذوق حلاوة الإيمان وطعمه. الله أصل حلاوة الإيمان دي يا عبد الرحمن يا ولد عامل زي إيه؟ زي رائحة العطر. يقول يا شيخ عبد الرحمن أنت ريحة بتاعتك طيبة، رائحة جميلة. يقول له طب واحد لو واقف تاني يعني ايه الشيخ عمر غزوي ريحه طيبه؟ يعني ايه طيبه؟ نعم. يعني ايه ريحه حلوه؟ نعم. يعني الزهره دي جميله، جميله يعني ايه؟ نعم. هذا كلام يحس ولا يقال. الله اكبر. يتذوق. يتذوق. نعم. فطعم الايمان ده تذوق معنوي. الله. فلما تهب رياح الايمان على انسان وتدخل في يعني حنايا قلبه وصدره، هو عنده المعتكف ده بالنسبه له هو بالضبط بيقتطح في الدنيا جزءا من الجنة. الله أكبر. الله أكبر. ليه؟ لأنه داخل في المعتكف حالة من الرضا، حالة من شراح الصدر. الحسن البصري يقول نحن في حالة لو أو يعني في الحالة الإيمانية اللي لو علمها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. هي دي. نعم. هو ده شايف أن هذا الاعتكاف هو قطعة من الجنة يعيش فيها في الدنيا. نعم. وقال ابن عباس إن في الدنيا جنة
من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم. جنة الرضا عن الله وبالله. فهو راضية. نعم. بالله ربا. نعم. فوجد ماذا يحبه الله عز وجل. استشعر حلاوة يحب المعتكف. نعم. ده ليه؟ لأنه ده إنسان أصبح مش إحنا الصائم ملائكي نهارا وقد يكون شيئا آخر ليلا، لكن المعتكف ملائكي ليلا ونهارا. الله أكبر. لأنه لا يفطر عن العبادة. نعم. ودي صفة الملائكة. نعم. فبالتالي بورك في زوجتي وعروسه انها اولا اذنت له لانها ايه يعني واصلحنا له زوجه. الله اكبر. يبقى ده هنا القضيه. الله اكبر. وبعدين في نفس الوقت يقول لك انا 5 سنين متوخره مش عايز يقطع العاده الجميله دي وسايب المدينه بتاعته جاي يعتقد، لانه الارواح دول المجنده يروح يعتقد في اسوان في مرسى مطروح. المهم انه هذه القطع من الجنه الدنيويه الله. يريد ان يوجد نفسه فيها. نعم. ليتنسم نسيم الطاعه. نعم. نعم. حقيقه هنيئا 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 اخونا احمد. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك يا دكتور. شيخنا هنرجع كده يعني قليلا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنه. نعم. نعم. كان الامام ابن الاثير بيقول كلام غالي قوي يا شيخنا في تعريف العفو. نعم. فكان يقول هو الذي يرى عبده على الذنب. نعم. ولا يعاقبه عليه. نعم. بل يتجاوز عنه. نعم. ويمحوه من صحيفته ويطمسه كأنه ما كان لأنه الله الغفور الرحيم. ونضيف الجملة الأخيرة ثم يثبت ما كان هذا حسنات. الله أكبر. الله يعني مش كمان يعني يعمل له محو السلام. نعم. يعني أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. حسن. نعم. يعني أنا ممكن إيه أنا لي علي دين لفلان. نعم. خلاص يعني لو جئت بعد سداد الدين خذ عم بالدين بتاعك وانتهى الموضوع على كده. نعم. لا ده مش دينه بس، ده هو أنا علي دين، الدين يلغى نمره واحد. الله. يعني مالكش دين. نعم. وبعدين خلاص احنا مش شكر الله، لا استنى خد المبلغ ده كمان فوق. لو ايه رايك وانا احط لك كمان الجنيه ب10. لا ب700. الله اكبر. فهو الكريم المعطاء، لان العفو قريب من اسم الله وصفته الحليم سبحانه جل الذي لا يعجل عبده بالعقوبه. نعم. حتى لا يعجل على عبده باستجابه دعائه. في دعاء معين ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. وكذا. ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالخير يعني لقضي امر، يقضى الامر كيف يعني؟ يعني هو قاعد مفكر انه مجرد ان يدعو دعاء كده يا ابن السنة اهدى شوي اهدى شوي. نعم. فهو الله عز وجل يعني لا يعجل على عبده لا بالعقوبه ولا باستجابه دعاء الشر، وهذا من حلم الله علينا. الله. سبحان الله. الله. يعني يعاملنا كانه لا يرانا سبحانه وجل من كرمه من كرمه. وبعدين دي من الواجب احنا ناخدها كصفات لنا، يعني اللي هي سنه التغافل والتغافر. الله. انا اتغافل عن عيوب اخي، مش ربنا لما امرني بغض البصر مش امرني بغض البصر بس عن الاشياء الحر، لا ده غض البصر عن عيوب الناس. الله الله. يعني مش ضروري كل نفتش على يعني الملتمسون للبراء العيب. نعم. طب ليه؟ نعم. ليه انا قاعد للناس على واحده اشرح صدري اغمض كده ولا كان ايه يعني وكاني لا ارى؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. نعم. يعمل انه يعني مش واخد باله. أيوه. هكذا الاب الناصح شهد عن العيال الواحده فين ازاي كام يا عم اهدى شوي، يعني كل 3-4 لفتات. نعم. قف لفته. نعم. لا فالعبد يتعامل يعني 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 ياخذ من حلم الله شيئا منه وياخذ من العفو سبحان الله العظيم. لان هارون الرشيد لما كان بيغسل يديه والابريق وقع من يد خادمه فجرح يد هارون الرشيد وحارون فبدا الغيظ، قال امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. الله اكبر. قالوا كظمت غيظي. نعم. قالوا العافين عن الناس، قالوا عفوت عنك. نعم. والله يحب المحسنين، قالوا انت حر لوجه الله. الله اكبر. فناس الله أكبر. مفاتيح شخصيتهم كتاب الله. فالانسان اللي هو بيدعو الله ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يجب ايضا عشان انا استدعي واستجلب عفو الله لازم برضو انا اعفو عن الناس. نعم. لازم برضو انا اكون. نعم. في هذه الصفه. الله. الله. الله يعني اعفو عن الناس، لان انا اذا كان انا خطاء وهو خطاء طب ما تيجي نتغافر، واحنا لازم نتعاتب. نعم. العربي لا يجيد العتاب، العربي عامه. نعم. اذا الاثنين يتعاتبوا مع بعض هم يدبوا خلاف يدخلوا يمسكوا في التلابيب بعض. نعم. فاحنا بدل ما نبدا بالعتاب نبدا بالتغافر. نعم. خلاص بقول لك يا فلان اخلب الصفحه خلاص وتمحى، مش نفضل نخزن في الصندوق الاسود وبعدين نطلع سيره ال 30 سنه اللي فاتت. نعم. لا احنا اول باول كده ايه. نعم. يغسل عامل زي بالظبط ايه
الأطباق التي نأكل فيها ساعة المغرب تأخذها الزوجة وأهل البيت بارك الله فيهم ويغسلوها، فغسلها سهل تمام. طيب أكلنا في الأطباق وسبناها يومين ثلاثة، بقية الطعام تعمل إيه؟ تجف، تمسك في الإناء يجي ينظفوها عايز إيه؟ مجهود. هذا اللي تكلست قلوبهم من الذنوب، لكن اللي بيغسلها أول بأول الله. يعني من الصلاة إلى الصلاة الله. ومن الجمعة إلى الجمعة من رمضان إلى رمضان وهذا هو الكرم اللي هو أول بأول أول بأول أول بأول بهكذا. فإحنا لازم عشان نستجلب عفو الله يجب أن نعفو عنه زي كده، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا. هي نفس القضية، من فرج عن مؤمن كربة وهكذا. فأنت ازرع عشان تأخذ الثمرة بس ان شاء الله. شيخنا في قول الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، ابن القيم بيقول كلام جميل كده وحضرتك تفصل لنا المساله. بيقول فجعل الله تعالى المراه سكنا للرجل يسكن قلبه اليها وجعل بينهما خالص الحب وهو الموده المقترنه بالرحم. اليس اولى الناس شيخنا بالعفو اهل بيتي زوجتي واولادي واللي حواليا؟ هو ابأس الناس اللي هو يعني لطيف مع الناس ولطيف في الشغل يا سلام على عادة فلان الزوج يعني مسكين تسمح تقول كلموا عن مين ده ومين الشخصية الغريبة اللي يتكلموا عليها دي سبحان الله. فهو لماذا سبحان الله يعني هم هؤلاء يعني هذا الصاحب بالجنب كما قال البعض، قد تكون هذه الصاحب بالجنب لأنها صاحبة الزوجة الصاحبة دي مصاحبة لك، وبعدين أنت أصبحت وطنها وأهلها، أبوها يمكن يكون مات، خلها لزوجك يكون ما زوجها لك يكون ما يا سيدي عايش على قيد الحياة ولكن هو مش في البيت يا سبحان الله. يعني فأنت إن أحسنت إليها دايما أنا أسأل المريدين أقول لهم تحبوا تزوجوا بناتكم لواحد في أخلاقك أنت؟ يقول لا 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 ده أنا بنت غالي علي لا إله إلا الله، وده صريح مع نفسه صدق. طيب يعني هي بنتك بنت ناس وتاني بنت كناس هي برضه بنت ناس وابوها برضه يحب يسمع ايه يسمع خيرا زوجها بيعملها كويس. والله شوف خيركم خيركم لاهله الله. والله ان شوف انا ارى لقمه الزوج الذي يعني دائما يحفظ حقوق يرى حقوقه فقط ولا يرى حقوق الاخرين او لا يرى واجباته. طيب اذا كان كل الرجال حافظين من باتت وزوجها غضبان عليها باتت تعالى. طب ومن بات وزوجته غضبان عليه ايه الملائكه بتدعو له؟ لا يعني ازاي يعني ما هي معادله لا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يعني هي كده هي كده لا يكرمهن الا كريم ولا يهنهن الا لئيم. فانا اول شيء انا عايزين ايه نبدا بانفسنا الله. ما ينفعش اطالب الغير وانا في يعني انا اطالب يعني نعمل نعفو عمن في بيوتنا. الحسن البصري الله يرضى عنه دعا مريدا ليأكل عنده، رجل فرح وراح بيت الحسن البصري وكده. دخل الحسن يجيب الأكل سمع مشكلة مشادة ما بين الحسن وزوجته. يا الله اسقط في يد الايه؟ وجه اصفر. وبعدين خرج الحسن البصري ما لك يا بني؟ قال شيزة. قال سمعت ما دار بيني وبين زوجتي؟ قال يا ولدي كنا عندك الجمعة الماضية. نعم. فقفزت دجاجة على صحفة الطعام فقلبتها. نعم. هل ضربنا الدجاجة؟ قال له أبدا. هل ذبحنا الدجاجة؟ قال له أبدا. قال له أنزلتها منزلة الدجاجة. تاني مكبر الموضوع يا ابني. ما شاء الله. كبر الموضوع سبحان الله العظيم. يعني الإنسان بس إيه؟ التغافل يا شيخ. شوف. أنا أنصح أي إنسان عصبي أن هو عايز يرد الصعصع عليه أو عايز هو آني الفعل عايز يرد فعل. أنا أقول له إيه؟ انت تتصور هذا الذي اذاك او انت اللي عايز ترد عليه ده اكتب رساله له في نفس الوقت ولكن لا ترسلها تمام واستنى يومين ثلاثه واقراها. نعم. اقول يا الله انا كنت هكتب يا ستار معقول هذا الكلام؟ هو كنت اقول لزوجتي الكلام ده؟ هو كنت اقول لحماية ابو زوجتي الكلام ده؟ معقول كنت اقول لزميلي اللي في العمل اللي له فضل عليه؟ هيستحي من نفسه. نعم. فانت اكتب طلع الشحنه اللي عندك واكتبها وبعدين اكظمها داخلك. واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. الله اكبر. نعم نعم نعم. شيخنا جمله لابن الجوزي صدر خطا كان بيقول متى رأيت صاحبك قد غضب فلا تعقد على غضبه خنصرا فإن القلب قد أغلق وإن العقل قد استغلق. الله يرضى عنك. الغضب يصير الإنسان الغاضب في يد إبليس كالكرة في يد الصبي الله. يحركها كيف يشاء. نعم.
والغاضب يعني معذرة هو خارج حدود التأهيل التكليفي. نعم. حتى لا طلاق في إغلاق. نعم. هو خلاص غلق أمام الباب. هو لو فكر اللحظات، طب والأولاد، طب والزوجة، طب والبيت، طب وأمام الناس يبقى شكله إيه؟ نعم. هو ساعتها ما عندوش هذا الفكر. فأنت لا تبني على غضبه أحكاما. نعم. لا بالعكس، سيبه لأنه هو في حالة غير طبيعية. كحكم المجنون يا شيخ. الله يعني زي بالضبط. نعم. مثلا المرأة في الأيام التي لا تصلي فيها. نعم. ولا تصوم فيها. رب العباد سبحانه وتعالى أسقط عنها تكليفين كبيرين من الفرائض. نعم. انت جاي تعملها في هذه الايام ها بنفس المعامله بتاع بقيه الايام، طب من باب اولى ايضا الغضبه. نعم. حاله غير طبيعيه. نعم. اذا كان رب العباد عفى عن المراه في ايام معينه، لا 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 هي دي لا يعني لا ذنب، خلاص لا صلاه ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه وانتهى الموضوع. نعم. طيب اذا كانت التكليفات الشرعيه سقطت عن وضع فيسيولوجي تركيبي، يبقى جي عند الغضبان وتتحكم عليه انه لا بالعكس، ولا سبحان الله العظيم لا تعول يعني نتيجه على ان تعامله في هذا الوقت بالعكس. نعم. ان عز اخوك فهن. نعم. خلاص سبحان الله العظيم. نعم. نعم. شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه. نعم. دعاه الله على رؤوس خلائقه يوم القيامه. نعم. حتى يخلون الحور العين يزوجوا من اشاء. الله اكبر. الحديث ده مش يعطينا صبر كرجال على الزوجات؟ والله يا ابني شوف الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. الله. هو الناس عايز تدخل الجنة كده بيقولوا يا ابن الحلال عشان واحد ياخد 50 متر في 50 متر كده يعني سبحان الله يعمل اللي ما يتعملش، ايش استبدل معاش وايش قرضه وايش بيع الأرض بتاعت أبوه وكده عشان ياخد حتة. طيب أنت عايز جنة عرضها السماوات والأرض. الله. وكده من غير ابتلاء، من غير امتحان، من غير سبحانك كيف يعني. وبعدين صبر، يبقى ما دام في صبر يبقى في إيه؟ في ابتلاء. نعم. ما لازم يبقى كده. نعم. وإلا طب العبد سبحانه وتعالى في هذه الدنيا يعني يقولون ان صورة الملك لم توضع على الدينار، زمان كانوا يحطوا صورة الملك صورة البتاع الا بعد ان صهر في النار، بعد ما المعدن دخل النار فشرف بصورة الملك. نعم. طيب يبقى انت عايز تشرف بصورة العبودية دون ان تدخل في الامتحان. هو الرجل بتاع المجوهرات لا يعني الذهب الخالص ال 24 كرات 21 كرات حصل عليه ازاي؟ دخله في الفرن لاتون وبعدين ابتلاه بالايه؟ بالنار فسال نضارا نزل تحت والخبث طلع فوق، المعدن النفيس نزل تحت والمعدن الخالص طلع فوق. انا ما حصلتش على او بتاع الجواهر ما حصل على الذهب 24 كرات هذا الابريز الخالص الا لما افتتن بالنار. نعم. فنار الابتلاءات والمصائب هي التي تجعل من العبد هذه القيمه. نعم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال ابن عباس اعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي، هو بيرجع الامر له هو سبحان الله، بيقول لا لا زوجتي مش لا لا انا اللي علاقتي بالله مش طيبه. نعم. فهذا هو الميزان. نعم. هذا غير كده ما نعم. ما تنضبطش الامور. تمام كده. الانسان يا شيخنا لو تدبر في قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الا تكفي هذه الايه في ان يعفو عن الناس خسرا في الناس والله ان تكون هذه ليله العفو يا حي يعني الخير. يعني انا اريد ان اقول نعم. نحن من الواجب ان نكون صناعه قرانيه بمعنى نعم. ان احنا نقرا القران يجب ان نقف عند كل صفحه نعم. وانا ايه في الصفحه دي الله. انا اسوي كام؟ نعم. ما هو القرآن ميزان. الصفحة دي فيها كم أمر وكم نهي؟ فيها كم صفة جميلة؟ ها؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. شوية الصفات الجميلة دي كلها حطها كده منهج والله أنا فين من دول؟ أنا أخذ كم من عشرة؟ طب الصفحة اللي بعدها وهكذا وهكذا. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب لما حفظ البقرة في 8 سنوات الله. هو يعني كان لقلة حصي أبدا. نعم. هو عايز يطبق لغاية ما يعني العلم والعمل معه الله. أما مسألة سباق الدراجات هذا أنا خلصت القرآن مرتين أنا خلصت التطوع دي ثم ما قالش أمنوا بس. نعم. عمر ما في القرآن أنا أمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان الشيخ ممكن في رمضان يتنفس في ختمات للقرآن كأجر وختمة أخرى للتدبر ياريت يقف نعم. ياريت خدمة التدبر دي مهمة في إيه؟ مع ورقة وقلم والصفات نحبها الله يكتبها الله
صفات لا يحبها الله يكتبها. الله. ويقول انا ان شاء الله بعد رمضان هبتدي كل اسبوع هعمل زي بالضبط الدول، اسبوع المرور، اسبوع المرأة، اسبوع المعاق، اسبوع مش عارف البيئة، اسبوع قرات طيب لا اسبوع الغيبة، اسبوع النميمة، اسبوع السلوك الطيب، اسبوع الاخلاق، اسبوع العفو، اسبوع صلاة الرحم. هكذا دراسة الجدوى. هو انا يعني بس انفع في دراسات الجدوى في الشركات والمؤسسات ومش والجنة دي مش عايزة دراسة الجدوى؟ نعم عايزة دراسة. نعم نعم. شيخنا نشوف تقرير كده عن تأثير القرآن على بعض الأطفال الله المسلمين. الله أكبر. ونرجع تفضل أهلا وسهلا. تفضل أخي كريم. لك أنت أمنياتي لأنك ليلة القادر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتم بهداه. بعد شيخنا الدكتور عمر، بعد هذا المقطع المؤثر نحتاج رسالة إلى أمة القرآن في شهر القرآن. أولا ولدنا معاذ هذا بورك لنا فيه ولأهله والأمة كلها من هذه العينات الإيمانية من هذه الـ يعني الطائفة التي سوف ترفع راية الإسلام في المستقبل إن شاء الله. يذكرني بسيدنا سعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، فلما كبرت به السن كان لما يذهب إلى مكة الناس يعني تلتف حوله وتسأله الدعاء، فسأله أحدهم لما لا تدعو الله عز وجل أن يعيد إليك بصرك كف بصره؟ قال لا، مراد الله خير من مرادي. الله أكبر. هو يريد أن يبقى على مراد الله سبحانه وتعالى. شوف أنا أكره كلمة فلان المعاق، هذه الكلمة لا يجب أن تكون. المعاق هو الذي عوق أو أعاق نفسه عن طاعة الله عز وجل، هذا رمز للتحدي وللصمود، ولأن الله سبحانه وتعالى أخذ منه نعمة البصر لكن أعطاه نعمة البصيرة ونعمة اليقين ونعمة الإيمان. هذا تسمح هذا الإنسان صبي صغير ويقول كلام الكبار، هذا ليه على نضج عقل ونور القرآن الذي في صدره. وبعدين من حفظ القرآن وظن أن أحدا يعني أخذ أكثر منه فقد استقل نعمة الله عليه. خيركم. فحقيقة يعني هنيئا لوالديه وهنيئا له نعمة البصيرة التي هو فيها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره. أن يعني ذكرني كنت في بلد عربي الأسبوع الماضي فكان في الإذاعة على الهواء واتصل بنا رجل كفيف ولكنه في حادث رضا عجيب. الله. فيعني على الهاتف انت راضي يا فلان؟ والله انا في نعمه يا فضيله الشيخ، وانا عمر ما شفت انت لا ابوك ولا امك ولا اولادك شكلهم ايه ولا الالوان. يقول لا انا في نعمه كبيره. فسمع انا جنبه صوت كده زي ايه زي تي تي زي ما كنت في سياره او انت يا فلان انت في سياره ولا فين؟ قال لا ابدا ما تشغل بالك فضيله الشيخ، ده بيعملوا لي غسيل كده، خليك معايا خليك معايا خليك معايا انت بس خليك معايا. الله بهذا اليقين. فنعمه القران نعمه، يعني اسال الله ان يجعل ابناءنا وبناتي كلهم ليسوا من حفاظ القران فقط ولكن من العاملين به، لان القران نعمه لا تدنيها نعمه، واي بيت فيه حافظ القران ان شاء الله انا يعني أقول إن الأمة سوف تصير بخير إن شاء الله. اللهم آمين. بإذن الله. أحسب شيخنا أن أخونا معاذ ربنا الشيخ معاذ ربنا يبارك في عمره يعني تذوق طعم الإيمان. نفس صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. واضح تماما أن هذه الكلمات لا تخرج من هذا السن الصغير ولكن تخرج من هذا القلب الكبير. الله أكبر. وهذه البصيرة النيرة وهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وبعدين عنده بديهة حاضرة، ومجرد أن يذكر له الأخ المذيع الحديث فيدعو الله عز وجل أن يكون من أهل يعني شيء يجعل القرآن يجعله الصغيرة كبيرة. الله أكبر. يعني يجعل الإنسان الصغير يجعله كبير لأنه حوى الكون المسطورة كله في قلبه، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن إعجاز هذا القرآن العجيب. نعم. شيخنا دكتور عمر آخر سؤال ونستسمحك في هذا، لو لم يبقى لولدك عبد الرحمن ولكثير من إخواننا المشاهدين المقصرين في حق الله عز وجل إلا الأيام الباقية من رمضان ثم تنتهي حياتهم، فبما توصيه؟ والله أنا يعني ليست القضية ببطول الساعات أو بقصرها، ولكن أنا عايز بس نية خالصة منا جميعا
لنصرة هذا الدين. وكل واحد يسأل يقول ماذا قدمت أنا للإسلام، ماذا سوف أقدم إن طالت بي الحياة. ليست المسألة مسألة توبة فردية فقط، لا، قال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأنا أرى والله أعلم أن نسارع بأن ينوي كل واحد نية صادقة ماذا يقدم الإسلام. إذا كان عندي من الأبناء ثلاثة فهم أربعة لأن الإسلام أولهم، إذا كان عندي من الأولاد خمسة فهم ستة لأن الإسلام أولهم، أمرضوا لضعف الإسلام في قلوب الناس، أفرحوا لنصرة الإسلام ونصر الإسلام، أحزن عندما أرى أن المسلمين يهانون في كثير من الأماكن ولا يجدون ناصرا، هكذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فالسؤال ماذا سوف أقدم لدين الله سبحانه وتعالى. الله. ونسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن كل المشاهدين والمشاهدات. رسالة دكتور عمر إلى دكتور محمد مرسي كرئيس للدولة، ورسالة للشعب المصري. أقول أخي الكريم فخامة الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله، يعني سر كما أنت بهذا النقاء، الله، وتوكل على يعني من لا يغفل ولا ينام. ونحن إن شاء الله كلنا ثوب لك نسترك وبعد ستر الله، وندعو لك بظهر الغيب، واعلم أن الأمة فعلا تدعو له ليل نهار بالتوفيق وبحسن اختيار الذين يعينونه، ونحن كلنا سوف نعينه على الخير وعلى الحق إن شاء الله. فأسأل الله له السداد والتوفيق لمصلحة مصر والإسلام إن شاء الله. رسالة للشعب. رسالة للشعب المصري صبرا صبرا صبرا، لا نتعجل الأمور، فإن خرابا عم 60 عاما لا نستطيع أن نحولها إلى عمران في لحظات. فالصبر الصبر الصبر، وسوف يأتي الخير إن شاء الله رب العالمين، ولنكن على قلب رجل واحد. آمين. شيخنا ماذا تقول لمشاهدي قناة الناس وقد يعني أقبل علينا العيد بعد سويعات قليلة؟ أقول لهم أدعو الله لكم ولنا أن نكون من الذين قبل الله صلاتهم وصيامهم، وأن يكون الله سبحانه وتعالى نظر إلينا نظرة رضا، وأرجو أن تكون الأيام العيد القادمة أيام خير لكل مشاهدي قناة الناس، وأن ينصر الله أبناءنا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين، وأن يجمع الله شمل العراقيين على قلب رجل واحد، وأن يقي اليمن الفتن وليبيا والمغرب العربي ومصر والخليج العربي وكل دول العالم الإسلامي التي يذكر فيها اسم الله، وأن يوفق الله الجميع، وأن يطبع الله العلاقات بين الحكام والمحكومين، وأن يولي الله المسلمين خيارهم ولا يولي شرارهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. آمين. نستسمحك عذرا دكتور عمر، يعني قد انقضى الوقت سريعا وقد سعدت والله أيام سعادة في هذا اللقاء. ربنا يوفقك دكتور عمر، نفع الله، نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية، وأن يعتق رقابنا وإياكم. إخواني وأحبابي، قد سعدنا بهذا اللقاء مع فضيلة الشيخ دكتور عمر عبد الكافي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. ندعو لكل يعني من ولي أمر المسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأسأل الله عز وجل أن يسدد دكتور محمد مرسي فيما هو آت، وأن يوفقه إن شاء الله تعالى، وأن يعينه على الخير، وأن يعني يكرمه بصحبة صالحة ناصحة. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يرضى عنا وعنكم، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أطلي غرة الدهر، أطلي ليلة القدر، أطلي غرة الأيام مثل الكوكب الدري، أطلي في سماء العمر إشراقا مع البدر. سلام أنت في الليل وحتى مطلع الفجر، سلام يغمر الدنيا يغشي الكون بالطهر، وينشر نفحة القرآن والإيمان والخير. فيا رباه فارحمني فوزري آهي من وزري.
وزري لأنك أنت أمنيتي لأنك ليلة القدر.